مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي كوكب عندكم موجود في برج الحمل. لازم أنتوا اللي تشوفون القراءة وتحددون إذا تنطبق عليكم ولا لا. هذه المرة القراءة عامة، يعني راح ننظر إلى الجوانب العملية من حياتك وأيضا حتى بشكل سريع الجوانب العاطفية. بآخر القراءة راح نشوف شنو بتكون لك المفاجأة. أوكي، ثلاثة الخماسيات. تقريبا كل الأمور قاعدة تمشي لمصلحتك، وإن كنت أنت حاليا قاعد تقول لحد الآن في بالي مشاريع أو في بالي نتائج معينة ما حصلت، لحد الآن أنتظر أموال، أنتظر يأتيني مردود على الأقل. أوكي، الموضوع يبي له شوية صبر، لأن كل العوامل ثلاث الخماسيات هذا الكرت تقول لنا أن كل العوامل قاعدة تجتمع الحين تعمل لصالحك مو عكسك. الطاقة متوفرة، انت شلون تستخدمها يا برج الحمل، انت شلون تسخرها من اجل نفسك ومصلحتك، هني اللي يفرق. ان ليش في بعض الاشخاص من برج الحمل خلال هذا الشهر راح يكونون جدا مرتاحين ماديا، وبعضهم يعيشون مثلا في نوع من عدم الاكتفاء وعدم الرضا. الطاقة متوفرة، هذا هو شهر تجميع جميع الموارد اوكي واستخدامها بافضل شكل ممكن، مو شهر للصرف. ترى لما شوف ثلاثة الخماسيات معناته ان اكثر من ضرورة في حياتك راح يستاهل انك تحط اموالك فيها في المكان الصحيح عشان تعطيك المردود على المدى الطويل. يعني لا تصرفها في مثلا اشياء ثانوية او ما لها داعي، تجنب المصاريف الغير ضرورية عشان تحطها في اشياء اهم، الاشياء اللي راح تولد لك اموال اكثر. هذه هي طاقتك بخصوص الأموال. خلنا نشوف جانب الوظيفة للي منكم الحين يعملون أو أصلا هم موجودين في وظيفة. البرج رح يصير اللي ما تتوقعه في الوظيفة، يمكن يصير نوع من بس شيء ما يخصك أنت بشكل مباشر، شيء مو أنت مسؤول عنه ولكن أحد ثاني يقوم فيه. مثلا أنه يصير نوع من الاختلاس، يصير نوع من رغبة أحد زملاء العمل بالسفر من أجل العلاج أوكي أو الخروج ترك العمل، فأنت هني تقع عليك المسؤولية خلال هذا الشهر في الوظيفة، لأنه راح يصير فيه خروج مفاجئ من بعض الأشخاص، خروج مفاجئ، اختلاس مفاجئ، تغيير مفاجئ في مكان العمل. خلينا نشوف الحين جانب المشاريع اللي منكم يملكون بيزنس. اوكي، طلع عندنا كرتين طاحوا مع بعض، خمسة السيوف. هذا الكرت يقول لك يا برج الحمل يا عزيزي ما تقدر تستعجل على النتائج المرضية. نستمد هاي الطاقة من طاقة النصيحة هني لأمورك المالية. في أمور معينة أنت عارف شلون تبي تمشيها في البزنس وعارف شنو مصلحتك وين مصلحتك، ما نختلف على هذا الشيء، ولكن الاستعجال أو محاولة أنك مثلا تتهم أوكي بسرعة حتى وإن كانوا عندك موظفين بما أن أنت صاحب المشروع أوكي أو عندك شركاء في المشروع، الاتهام السريع، الاستعجال السريع، طاقة محاولة انك تصلح الامور بسرعة خلال هذا الشهر ابدا مو من مصلحتك، وانما الصبر والتريث والانتظار ان انت تطول بالك على الناس اوكي محتاج جدا طاقة النفس الطويل مع البشر والنتائج خلال هذا الشهر. واللي بعده ثمانية الخماسيات، ولكن مثل ما شفتوا طلع معكوس. لما يكون معكوس معناته ان ابدا مو معناته ما احس هني ان طاقته سلبيه، وانما طاقته هني قاعده تقول لك انت بدل ما تستعجل اوكي في بزنسك على النتائج، انت لازم تحاول تغير 180 درجه في طريقه ادارتك للبزنس. لازم يكون في شفت، لازم يكون في نقلة نوعية لطريقة إدارتك للبزنس. إذا أنت معتمد مثلا على موظف واحد لازم تزيد الموظفين أوكي، لازم تقلص عدد الموظفين، لازم يكون في
التغيير يتناسب مع طموحك. فهني كأنما النصيحة لي في البزنس لأن تنتقل من طاقة الاتهام، طاقة اللي ليش ما مشيت الأمور على مزاجي، لأن برج الحمل هو البوس أو الرئيس بطبيعته، يحب المبادرة. أوكي، محتاج أن أنت تغير. لما يكون هذا الكرت معكوس يقول لك ابتعد شوي عن البزنس، انظر له من وجهة نظر محايدة. أوكي، وقول في نفسك شنو محتاج أسوي عشان أحصل النتائج. هل محتاج أني أضخ أموال، أغير في الديكور؟ لأن أشوفك هني في هذا الكرت منغمس جدا في العمل، منغمس في الإدارة الروتينية بشكل يومي، بحيث أنك ما قاعد تشوف النظرة العامة، ما قاعد تشوف الصورة العامة لبزنسك، منغمس في التفاصيل. ابتعد شوي عن التفاصيل عشان تتضح لك الرؤية. خلنا نشوف الحين الدراسة يا برج الحمل. أيضا كرتين طاحوا مع بعض. أول كرت الخماسي الأول ولكن طلع مقلوب، أوكي، واللي وراه ثلاثة الأكواب ولكن طلعت مقلوبة. ما أحس هنا أن الطاقة عكسية، ولكن أحس أن دائما كنت يا برج الحمل متعود أنك تكون مثلا رئيس على رئيس أو متفوق في مكانك الدراسي. في الفترة القادمة راح تنحط في مشروع، تنحط في مسؤولية، أمام مسؤولية تضطر أنك تثبت في مهاراتك وجدارتك، ولكن بعيدا عن المجموعة، بعيدا عن الصف، الكلاس، الأشخاص، زملاء الدراسة. تضطر خلال هذا الشهر أنك تنفصل عنهم، تبتعد عنهم، حتى مساعدتهم لك راح تكون بعيدة، ما راح يقدرون يساعدونك مثل ما أنت تعودت، وأنت بعد ما راح تقدر تساعدهم. فيهني انفصال عن الناس في محيط الدراسة. محتاج في الفترة القادمة أن أنت تركز على نفسك وتعتمد على نفسك، لأن هذه هي الطاقة الموجودة أمامك. برج الحمل من الأبراج الاجتماعية اللي يحب أن يسوي الشيء مع الناس، وهذا عكس شوية طبيعتك، فراح في الدراسة راح شوية تضطر أنك تطلع عن الكومفورت زون أو الطاقة المريحة المعتاد، تضطر انك تطلع مع المعتاد. احتمال هني ان بعضكم قاعد اشوفه يقدم شيء خاص فيه في الدراسة، شهادة ماجستير، اوكي، رسالة معينة، تقرير معين، ولكن التقييم راح يحسب فيه فرديا، وان كنت انت في مجموعة او مضطر تقدمه فرديا، شيء كذي. فركز على نفسك في الدراسة في الفترة القادمة، وما عليك هني الطاقة تقول لك ما عليك من زملائك، وما عليك حتى من اللي يشتغلون معاك في المشروع في الدراسة. مثلا تقول أنا نتائجي، أنا أجتهد أكثر منهم، ليش أهما يحصلون نفس النتيجة؟ ما عليك، على المدى الطويل ما راح تكون نفس النتيجة، على المدى الطويل ما راح تحصلون نفس الامتيازات. أوكي، الحين خلنا نشوف الباحثين عن عمل. ثلاثة الخماسيات، العمل، الباحثين عن عمل. طبعا الطاقة المتوفرة أمامكم دائما إن ما تكونون قاعدين في البيت وتنتظرون العمل يدق عليكم الباب، إن أنتوا تبتدون تسعون، لأن الطاقة المتوفرة مشروطة بسعي. أوكي، هني عندكم ثلاثة الأغصان، العمل اللي راح يأتيكم كأنه ما أحس إنه مش عاجبكم، لأن أنتوا حين في مكان مريح تعودتوا عليه، منطقة، دولة معينة، والعمل اللي راح يأتيكم راح يكون بعيد، تضطرون فيه ان تسافرون لدولة ثانية، ان تهاجرون، تغتربون. احس هني ان طاقة برج الحمل يقول بينه وبين نفسه ما اتمنى اني اتغرب وابتعد عن اهلي، اريد ان الفرصة تكون متوفرة امامي في نفس المكان اللي انا عايش فيه مع اهلي، فرصة العمل، فرصة الدراسة. اوكي، خلنا نشوف الحين الحياة العاطفية يا برج الحمل. نشوف توافقك مع الشريك في الفترة القادمة خلال شهر سبتمبر. أوكي، فارس الأكواب، خلنا نشوف معه أيضا كارت واحد. القمر،
طبعا خلال هاي القراءة راح تكون سريعة، فما أقدر أني أحدد هل هي قراءة منفصلين أو مرتبطين أو حتى عزاب، ولكن الزبدة بشكل عام أن في عرض راح يأتيك اعتذار، مبادرة أوكي من الجنس الثاني، احتمال حتى من الشريك، ولكن المبادرة أحس هني لها دوافع خفية لأن وراها كرت القمر. شريكك كأنه ما يحاول أنه بشكل غير مباشر يتقرب منك، ولكن عنده شيء معين في باله، مثلا يتقرب منك عشان يتحكم فيك، يتقرب منك عشان ياخذ شيء معين منك، شخص جديد ممكن يكون او حتى الشريك. فانت لازم تكون جدا حذر واعي، تحلل اي عرض، اي فارس ياتيك بكوبة في الفترة القادمة لازم تكون وايد حذر في تحليل طيب نيته، ادخل في مستوى النية، مثل ما الحين التارو يقرأ الطاقة على مستوى النية مو على مستوى الأفعال، أوكي؟ نفس الشيء، أنت لازم تسوي نفس الشغلة، أن أنت طبيعتك طيب ولكن مو أي شخص ترحب فيه وتدخله حياتك، ومو أي شيء يصير حولك تقتنع فيه بسرعة، هذا في حياتك العاطفية. واللي ما عنده شريك ينتظر قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك، القادمة إن شاء الله بسويها. خلنا نشوف الحين آخر شيء الصحة، شنو عندك في الصحة؟ سبعة الأكواب، أعراض كثيرة أنت مش واثق شنو السبب، أحس أن عندك أعراض يمكن عطش، الذهاب إلى الحمام بشكل مستمر، أوكي، ألم في الخاصرة، ألم في الظهر، ولكن هني أحس برج الحمل أنا لما يكشف، لما يذهب إلى الطبيب يحلل ما يطلع فيه أي شيء، فهني هو يستغرب أنه ليش عيل يأتيني هذا الألم، ليش تأتيني هاي النغزات في مثلا في خاصرتي أو في مكان معين، ليش عندي هالصداع حتى، عرفت؟ خلينا نشوف. اتوقع هني بما ان عندنا طاقة الاكواب السبب متعلق بكمية السوائل اللي في جسمك، شيء يخص السوائل. وحتى في الحياة العاطفية عندكم فارس الاكواب احتمال انكم تتعاملون مع شخص، عندنا كرت القمر برج الحوت، هذا فارس الاكواب، حوت عقرب او سرطان، يعني برج مائي. اخر شيء نشوف الامور القانونية يا برج الحمل، إذا عندك أي أمور متوقفة في النظام القضائي. أوكي. النجمة ولكن معكوسة، طاحت مقلوبة هاي الكرت، لما يكون الكرت كذي معناتها أمل، أو لحد الآن في تسوية راح تكون في الموضوع. عشر الخماسيات، كأنما أشوف هني برج الحمل إذا عندك قضية موجودة حالياً، الطاقة تقول لي ان الشخص اللي غلط، مثل ما نقول احنا القانون لا يحمي المغفلين، الشخص اللي ما كان عالم بخفايا الامور ودخل في الاتفاق، دخل في الزواج، دخل في الشراكة، هو اللي راح يضطر يتحمل النتائج، سواء انت سواء الطرف الثاني، اللي كان جاهل هو اللي راح يضطر يتحمل. اوكي، ما راح يكون في اي نوع من التسوية في الفترة القادمة، لأن عندنا كرت النجمة وهو الأمل طلع معكوس، يعني الرسالة هني ما فيها واحد اثنين، الرسالة فيها هني عبء وتحمل لمسؤولية وتحمل لمصاريف وتحمل حتى لمثلا عملية جراحية فشلت، شيء معين فشل راح يصير فيه تحمل، تضطر انك انت او الطرف الثاني يتحمله على حسب من اللي، مو في نظرك انت من اللي غلط، في نظر النظام القضائي من اللي غلط، من اللي وافق وكان لازم ما يوافق. اوكي، خلنا نشوف الحين ما هي الطاقة اللي راح تتحداك، طاقة التحدي خلال شهر سبتمبر. وايد كرتات طاحوا،
معلش الكرتات هذه جديدة عشان كذي غربلتني. اوكي اخر واحدة، طاقة التحدي. The child I was meant to be. خلال هذا الشهر يا برج الحمل في ذكريات من الطفولة، حنين للطفولة. إذا تلاحظ من بداية القراءة العامة لهالشهر، من بداية أمور الأموال، كان التحدي هني في الطاقة أن أنت تخرج عن المألوف، حتى في الدراسة تخرج عن المألوف، تخرج عن حتى أنك تكون يا برج الحمل تحت ظل أحد، أو حتى أحد تحت ظلك. ما عاد في ظلال خلال هذا الشهر، هذا هو التحدي. أنا لا عاد تشوف هاي الطاقة، أن أنت ما تقدر تكون في مجموعة خلال هذا الشهر، ولا تعمل مع المجموعة، ولا تستمد طاقتك من المجموعة. فهني يقول لك التحدي انه شيء بخصوص الطفولة، شيء انت متعود عليه، انه دائما تكون مثلا طفل وحيد والحين بيكون في ناس حولك، او العكس، انه انت دائما متعود انه في امور معينة تمشيها بطريقة روتينية انت اللي تقرر فيها. الحين شلون التحدي امامك خلال شهر سبتمبر، شلون تكمل حياتك وتعيش وتنجح زين، وفي نفس الوقت اشخاص وايد ما راح يتعاونون معك، ممكن اخوانك، ممكن اهلك. اوكي هذا هو التحدي. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال هذا الشهر. يعني بالمختصر المفيد حق اللي ما فهم الرسالة هناك، إن خلال هذا الشهر التحدي إن تنجز اللي تريد أن تنجزه في حياتك، إنزين تنجز أهدافك هذه اللي ابتدينا فيها خلال هالشهر، ولكن من دون أن تعتمد على أحد، ما يكون في اعتماد على البشر، العنصر البشري راح ينسحب من تحتك يا برج الحمل خلال هالشهر، اعتمادك الوحيد على الله وعلى نفسك. طاقة العون لك، العون هو عكس التحدي. اوكي شو اللي راح يعاونك خلال هالشهر؟ The Desert Prince، انت امام تحدي جديد، مهمة جديدة، عشان كذي ما عندنا ملك، طلع عندك امير، امير الصحراء. البيئة راح تكون صعبة، ولكن انت راح تكون مثل الصبار، تعرف الصبارة والش يسمونه النبات الشوكي اللي يستطيع أن يصمد في أصعب وأحلك الظروف، لما الكل خلاص يستسلم ويقول ما أقدر، أو يبتدي يتعب، أنت تظل واقف منتصب. القوة اللي تحتاجها، الطاقة اللي تحتاجها، العون من الله سبحانه وتعالى راح يكون متوفر خلال هذا الشهر. ما انحطيت في هذه الظروف المختلفة، مو صعبة. أشوف أن شهر سبتمبر ما راح يكون صعب، راح يكون لذيذ باختلافه، مختلف. أوكي واعتمادك فيه على نفسك، لأن هني يقول لك survival و false promises. survival هو غريزة النجاة، و false promises هو الناس اللي هني شربوا معاك شاي أو كوب من القهوة يوم من الأيام وعدوك إن راح يكونون موجودين عشان يساندونك، هذين اللي راح أوكي إما يتخلون عنك، إما تصير ظروف تبعدكم عن بعض وتضطر إنك ظل واقف تشيل المسؤولية، مسؤولية شيء، مسؤولية أطفال، مسؤولية بزنس، مسؤولية أسرة، مسؤولية شيء كبير في حياتك. أوكي قراراتك الخاصة حتى أنت اللي راح تضطر هني تشيلها وبروحك خلال هذا الشهر. اوكي وانت على قد المسؤولية، انت تقدر، انت عندك كل ما تحتاجه من خبرة وارادة وحتى طاقة تقدر تنفذ هذا الشيء بدون الناس. هذه هي طاقة العون. خلينا نشوف المفاجأة لك. ستة الاكواب، راح تلتقي ب أحد المعارف أو أحد الأصدقاء القديمين اللي يرجعون لوقت الطفولة، إنزين لأن عندنا هاي بعد يخص شيء من أيام الطفولة. راح تلتقي أو ترجع أنت نفسك، ترجع للطفل اللي كنت قبل فترة طويلة. يمكن الحين أنت صرت يا برج الحمل
شكاك في الناس او مثلا صعب انك تثق في الناس بسبب الظروف، صار عندك نوع من التشاؤم، صرت وايد واقعي. whatever اللي صار معك خلال هذا الشهر، المفاجأة لك انه راح تلتقي بشخص او يصير موقف، الموقف ممكن يكون فيه غلط قديم يذكرك بأيام طفولتك، لعبة قديمة مثلا تشوفها تقول هاي اللعبة اللي كنا نلعب فيها لما كنا صغار، مسلسل كرتوني تشوفه راح يرجعك إلى أنا من كنت قبل كل هالشوشرة في حياتي ما تصير. راح يكون شعور جدا جميل، تحس إن أنت رجعت إلى نفسك، مو شرط إنك رجعت لشخص من الماضي أو حتى لصديق، ممكن لأن هذا شيء من الماضي يرجع لك، ممكن نفسك أو حتى شخص ثاني أنت منتظر قدومه، أنت كان لك الكثير من الأوقات السعيدة معه. عزيزي برج الحمل.